الثورات السياسية، حصل ثورات سياسية في البلاد العربي، البلاد العربية بدون شك، ولكن هذه الثورات السياسية لم يسبقها أي حراك ثقافي، تغيير ثقافي، أي حراك سياسي حتى يأتي أكله لازم يكون سابقه ما ولو بخطوة واحدة حراك ثقافي. مثال الرسول العظم بمكة المكرمة 13 سنة ما سوى أي حراك سياسي، بس هيئ ثقافيا، يعني هي أفكار جديدة. الثورة الأوروبية سبقها، الثورة الأوروبية، النهضة الأوروبية سبقها حراك ثقافي، ثقافي، وسبقها فلاسفة هي أولى، بحيث أنه إجت نتاج، إجت بأفكار جديدة.